في إطار القاعدة الغذاء والإنتاج التكنولوجي
فهل يجوز الوقت النظرية لإحداث دراسة تصاميم تتعمق بهذه التقويم التعزيري علم مستوى تكريم هذه النجوم هذه العملية التصاميم في 21 عيد على مساحة إجمالية قدرت ب 583 هكتار وتوجد هذه التصاميم في مراحل مختلفة تتوزع في مرحلة المصادقة ومرحلة إعداد الدراسات. كذا كان هذا على صعيد تقليل العلاج، أما على صعيد إقليم والزاد فقد بلغ عدد الدراسات 16 وثيقة تعليمية منها 8 وثائق مصادقة عليها فيما توجد 9 وثائق في دور الدراسة بلغ قدرها مراحل متقدمة حيث تصر الوكالة الحضرية على تتبعها وقت المصادقة عليها. كما أعطت الوكالة الحضرية اطلاع الدراسة المتعلقة بتهيئة المحاور الرئيسية لمركز جامعتين الدرعيتين زومي والمجاعر الدرج وتحسين التنظيم بينهما في أفق تأمين هذه العملية على باقي الجامعات الترابية والدخلية. ومن جهة أخرى باشرت الوكالة الحضرية عملية إعداد دراسة مخطط التنقل الحضري لمدينة وزان بهدف الرفع من مستوى جودة وسلاسل التنقل في هذه المدينة. كذلك وصلت الوكالة الحضرية جهودها لتسهيل وتيرة دراسة الإهداف الهندسي المعماري والبشري لمدينة وزان ودراسة المتعلقة كذلك بالمخطط الأخضر الحضري للمدينة شرع التكريم مع كافة الفرقاء المكونات المنظومة المحلية. وسعي هذه المؤسسة إلى تحسين إطار العيش بسالفة الأحياء ناقص التجهيز بأقليم وزان تم إعطاء انطلاقة عملية إعداد تصاميم إعادة هيكلة للأحياء وهمت في مجموعة 26 دراسة منها 5 تصاميم تمت المصادقة عليها و6 تصاميم في ثورة الإنجاز فيما توجد 8 اتفاقيات تستقيم المصادقة. استثمار ثنائي 2.265 درهم لباقي الأهداف وقد بدا يحاول يجدد المنتج. اعتمادات غير مبرمجة كما تقدروها هي المنتج. ما على مستوى الموارد البشرية فقد برمجت الوكالة الحضرية إحدى 6 مناصب مالية جديدة من أجل تخصيصها بشكل أساسي لهيكلة المديرية الإدارية والمالية. وكذا تعزيز الموارد البشرية ملحقة وزان مع عزم المؤسسة على جهة سنة 2018 سنة مواصلة واستكمال مد الهيئة التنظيمية للوكالة وكذا اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من أجل تقوية وتعزيز حكمة التدبير الداخلي. سيدات السادة أعضاء المجلس الإداري المحترم، لقد سطرت الوكالة الحضرية باستمرار سنة 2018 برنامج عمل نعرض عليكم أهم محاوره كالتالي. أولاً مواكبة وتتبع 21 وثيقة تعميرية تتوزع باختصار كمالي وثائق التي تستوجب المصادر 12 وثيقة بإضافة لمخطط توجيه للتهيئة العمرانية للسكان. الوثائق التي ستحاول على مصدر البحث العالمي ومدونة المجلس 4 وثائق منها وثيقة واحدة تهم تصميم تهيئة مدينة وزان. 5 وثائق سيتم إعطاء الإطلاق بدراستها من بينها تصميم النمو لمركز الجماعة الترابية والعادة الفقراء على مستوى إقليم وزان. ثانياً إنجاز 8 دراسات للتقويم التعبيري تهم إعادة هيكلة الأحياء قد ناقص التجهيز بإقليم العرش وزان. يتم إعطاء إطلاق مشروعي للتنمية القروية والحضرية. رابعاً إعطاء إطلاق الدراسة العقارية لإقليم العرش. خامساً إعطاء إطلاق دراسة النقل والتنقل الحضري لمدينة القصر الكبير. سادساً المصادقة على دراسات المخطط الخضراء والمواد المعماري والهندسي والمشاريع مدن العرش والقصر الكبير ووزان. وحرصاً من الوكالة الحضرية على تنظيم وحفظ استغلال مختلف المعطيات المجالية التعميرية التي توفر عليها ومن أجل تطوير المساهمة في التهيئة العمرانية وتنمية المجال بطرق عصرية ستعتمد على قناة العمل الإداري من خلال اعتماد منظومة معلوماتية شاملة تماسك واصل هذه المؤسسة استكمال هيكلتها التنظيمية من خلال تعزيز بنيتها الإدارية وملحقتها بوزان ودعمهما بالموارد البشرية.